دان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بشدة ما قال إنه اعتداء تعرضت له الناشطة المؤتمرية أمل القليسي على أيدي ميليشيات الحوثي في محافظة أب. مصادر يمنية قالت في وقت سابق إن أمل تم اختطافها فجر الخميس وجرى استجوابها والتحقيق معها وتعرضت للاغتصاب ثم قتلت ورميت جثتها في طريق فرعي. جريمة هزت الرأي العام اليمني وأصابته بالذهول. الجريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الناشطة في حزب المؤتمر الشعبي العام أمل القليصي، عندما استدعتها الميليشيا لاستجوابها والتحقيق معها صبيحة الخميس الماضي ليتم اغتصابها ثم قتلها بطعنات سكين وإلقاء جثتها في شارع فرعي في مديرية الظاهر التابعة لمحافظة إب، كما تحدث ناشطون يمنيون. المغدورة القليصي هي فتاة عشرينية تنظم دورات تدريبية للفتيات في المحافظة، وضعت يدها وفق ما ذكرته المصادر ذاتها على كمية من المعلومات حول فساد داخل الميليشيات، فما كان منهم إلا أن قاموا بتكميمها للأبد. بالمقابل تتعاطى الميليشيا بتكتم وتعتيم شديدين مع القضية تارة وإنكار وتملص أخرى، بزعم أنه لم يتم التحقق من هوية الجثة. أما تعليق الشرعية الذي جاء على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني فقد وصف الاعتداء بالوحشي والمنافي للتقاليد والأعراف اليمنية، وتابع الأرياني قائلا إن الجريمة دليل على مستوى انحدار الميليشيا، حيث باتت تستمرئ الإقدام على أي فعل دون مراعاة لأبسط المعايير. اللافت في الحادثة هو أن الميليشيا كان بإمكانها إخفاء الجثة كما تفعل عادة مع من تعتقلهم، لكن مراقبين رأوا أن تعمد إلقائها على هذا النحو ربما ينطوي على محاولة لترهيب من تسول له نفسه الدخول في مواجهة. يمنى جلاصي، الحدث.